طيب خليني ناخد اتصال معانا، اتصال هاتفي، النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه مجلس النواب. مساء الخير سياده النائب. مساء الخير استاذ محمد. اهلا بيك. التطبيق للقانون اللي احنا ناقشناه مع حضرتك عده مرات الحقيقه في الحياه اليوم، النهارده غرفه المنشات والمطاعم السياحيه بتقول انا ما اقدرش اقفل مبكرا لان انا عندي انشطه في المطاعم السياحيه المرخصه تحتاج ان هو يقعد فترات طويلة، يعني عايز يسهر لغاية الاثنين الصبح وثلاثة الصبح علشان هو ده ترخيصه بيسمح له بكده، في ملهى ليلي، في ديسكو، في ميوزك، في ناس عايزة تسهر، ودي منشآت سياحية. ايه اخبارها في القانون يا فندم؟ شوف هقول لسيادتك حاجة، انا بأكد عشان بس نطمن الناس ان التشريع الخاص بالمحال العامة لم يتطرق للتفاصيل اللي ضيفك الكريم بيتكلم فيها، بمعنى هو معني بتبسيط الإجراءات، وضع إطار عام، فلسفة عامة من خلالها احنا الحقيقة كنا مستهدفين ان مسألة الفوضى الخاصة بالتراخيص وتشابك الولايات فيها نحن نهيها، بمعنى اكثر توضيحا ان انا يهمني ان كل المحال يبقى عندها رخص، ده استهدافي رقم واحد، وده مش موجود في الوضع الحالي. فبالتالي ابتدينا نعمل بنود انتقاليه لتقنين اوضاع المحال اللي ما عندهاش رخصه باصدار رخص مؤقته لحين اصدار الرخصه النهائيه. فيما يخص الاغلاق لكل انواع المحال، قلنا والله لابد ان يكون فيه مواعيد للفتح ومواعيد الغلق. طب مين اللي يحدد الكلام ده؟ اللجنه العليا المنصوص عليها في القانون. وبالتالي اللجنة العليا دهيت، أنا يمكن أول امبارح كنت بسأل يعني وصلوا لغاية فين وطمنوني، قالوا لي إن هم صنفوا المحال لما يزيد عن 300 نشاط، وده إن دل على شيء يؤكد المفترض المطالب اللي ضيفك الكريم كان بيتحدث فيها في مسألة إنك تطلع قرار وتعممه على كل الأنشطة وتعممه على كل المحافظات وكل الأحياء. الحياة دي مسألة مش عملية طبعا، القانون ما وجهش بكده بالمناسبة. لا وحضرتك طبعا كون ان حضرتك بتقول ان هم صنفوا المنشآت او المحل العامة 300 تصنيف، ده معناه ان هم ما يزيد عن 300 نشاط، 300 ما يزيد على 300 نشاط، ده معناه ان هم يعني قعدوا بدقة شديدة جدا بس لكل نشاط لوحده. ده صحيح، وانا عايز اقول لسيادتك الحكومة في المسألة دي، ما الواحد برضو لازم يذكر كان وزارة التنمية المحلية سنة حسنة ان هم الوزير كلمني وقال لي يعني يا ريت يكون في حد برضه من اللجنة اثناء اعداد اللائحة التنفيذية من قبل الحكومة، وبالفعل انا استجبت لهذا المطلب وهذه الدعوة، واوفدنا في اللجنة سيادة الوكيل النويشي واستاذنا الدكتور محمد بالفيومي، وكانوا بيحضروا معاهم، واللي هي المعنية بإعداد اللائحة، ثم بعد كده تكوين اللجنة العليا عضويتها فيها الدكتور محمد الفيومي بصفته رئيس الغرفة التجارية في القليوبية ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية. إذن فأنا أقصد أقول أن في انتباه لهذه المسألة، وطبعا مش منطقي أبدا أن أنا هقوم جاي على مناطق سياحية، وزي ما أنا استمعت في الجزء الأخير يعني من مداخلة ان بيبقى في فقره فنيه، وده حقيقي هو محق في كده، هاجي اقفلها الساعه 8، يعني مين اللي يقول كده يعني طبعا. لكن احنا بنتكلم في ايه، دي برضو انشطه استثنائيه، النشاط السياحي اللي فيه هذه الاضافات، اللي طبعا الانشطه الخاصه بالصيادله والنشاط الطبي والى اخره. انا بطمنك وبطمن المشاهدين، اعتقد ان الحكومه سوف يكون لديها من الرشد والفهم لهذا الملف، ان هي عندما تصدر مواعيد فسوف تكون المواعيد دي قابله للتطبيق وليس يعني مجال بالظبط، يعني هي مش مواعيد تعجيزيه، هي مواعيد تنظيميه. اشكرك. طيب سياده النائب بعد اذن حضرتك، انتوا تركتم مساحه لكل محافظه طبقا للمدن، لان في مدن مثلا تقول لك طيب ما انا عندي محطه قطر ما اقدرش اقفل المطاعم اللي موجوده في محطه القطر ولا القهاوي اللي جنب المحطه ولا كذا، تركتم للادارات المحليه والمحافظين ان هم ياخدوا قرارات بالنسبه لهذه الاماكن ولا لا؟
شوف الفلسفة كلها محمد بيه، انت عارف نص المادة 176 من الدستور ألزمت الدولة بأن هي تبدأ تطبيقات اللامركزية، يعني لابد ان احنا نتوجه فيها، ولكن انت بتطبق اللامركزية بشكل متدرج عشان برضو انت بتبقى عايز تطمن ان العاملين في القطاع اللامركزي عندهم من الكفاءة والمقدرة والفهم والنزاهة ايضا ان هم يطبقوا هذه الصلاحية، يعني ياخدوا السلطة دي ويحسنوا استخدامها. وبالتالي فالاصل ان يكون المحافظات هي صاحبة القرار، ولكن نظرا ان احنا في مراحل انتقالية من اعادة بناء الدولة فبنقول ايه؟ بنقول ان يبقى لا ده يبقى فيه دايما في مجلس الوزراء او في الوزارة المختصة الناس بيحطوا المعايير والضوابط العامة، وتبدأ المحافظات بشكل لا مركزي تتحرك في اطار هذه المعايير وفقا لظروفها هي، لان ما فيش حد عارف وأدرى من ظروف المحافظة غير إيه؟ غير أهلها من قيادتها طبعاً. المحليين وقيادتها الشعبيين سواء نواب أو مجلس محلي. تمام. لكن أنا بحط له الإطار العام اللي هو ما يخرجش برضه، يعني اللي هو تقدر تقول السياسة العامة في الشأن ده اللي مصر معتمداها حكومة وبرلمان وإعلام وحوار مجتمعي وإلى آخره، بحط له الإطار ده وهو يبدأ ينفذه بشكل لا مركزي في إطار من المرونة. طيب سؤالي الأخير لحضرتك علشان أنا أعرفك ونرجع ناخد تعليق من الأستاذ عادل المصري في هذا الشأن. قل لي طيب، يعني مدينة زي الإسكندرية، مدينة زي بورسعيد، مدينة زي راس البر، دي مدينة بتعتمد كل المحلات بتاعتها إن هي في الصيف تفضل فاتحة لغاية الفجر، هل هيطبق على كل المحلات بما فيها محلات الملابس ومحلات ده هو ده المواسم بتاعتهم، المناطق والمدن الموسمية في العمل بتاعها هيكون العلاقة بينها أو تطبيق القانون عليها إزاي؟ طبعا أنا عارفك يا أستاذ محمد من لقاءاتنا أن أنت متوجه نحو أن أنت تدعم السهر، يعني لا لا أنا 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 لا، وده على فكرة أنا راجل بنام الساعة 11 بالليل أساسا يعني. إنما طيب لو هي كده يبقى لا، إنما أنا أتحدث معاك، خلينا نكون واقعيين يا سيادة النائب. أنا حضرتك بتسافر بره في كل حتة في العالم، مفيش حاجة اسمها الإغلاق التام، لا يمكن، لأن في مفيش طبعا إغلاق تام. أنا طمنت. وفي مناطق طبيعتها الحياة بتاعتها كلها تعتمد على مواسم معينة إنه بيفضل فاتح طول الليل، يعني ما نقدرش نقفل قهاوي اسكندرية بالليل في موسم الصيف، ما نقدرش نقفل المطاعم، ما نقدرش نقفل الساحل الشمالي، ما نقدرش نقفل بورسعيد، راس البر، جمصة، كل المناطق دي، البحر الأحمر، الغردقة، يجب أن يكون هناك متنفس لهؤلاء للتحرك لاستيعاب الاحتياجات السياحية وتواجد الناس في مواسم معينة، ولا أنا غلطان؟ لا طبعا سيادتك محق، ولكن هي برضو لابد ان هي يعني زي ما احنا بنقول مسألة الاطلاق في ان انا اقفل الكل من الساعة 8، فانا برضو مش عايز افرط في ان انا افتح الكل 24 ساعة. لا انا معاك يعني برضو في ده طبعا، يعني المواطن يعني انت برضو حط نفسك امام المواطن. انت قلت من شوية ان المسألة ليست تعجيزية ولكن هي مسألة تنظيمية، صحيح، والتدبر والوسطية في اي شيء هو يعني، عشان كده بقول لك مسألة الفهم دي مهمة قوي. متفق معك طبعا تمام. انا مع حضرتك طبعا ان لابد ان مثل هذه المحافظات الساحلية والسياحية بتراعي، لكن طبعا مسألة ناتبة 24 ساعة لمدة الثلاث شهور بتوع الصيف اعتقد تتفق معي، يعني اتمنى في ان المساله يبقى فيها تزايد شديد جدا، ونبقى رجعنا لايه مراحل برضو الفوضى، لان خلي بال حضرتك في برضو ناس ساكنه في العمارات دي، وفي طبعاً ناس يعني كبار السن وفي ومتضرره من مثل هذه الضوضاء. لكن احنا بنقول لا، يبقى دي بالنسبه للصيف تفتح لغايه الساعه واحدة بالليل، ممكن نزيد شويه نقل شويه، لكن مش 24 ساعة، ولكن تترك أيضا للمحافظين في هذه المناطق باقتراحاتهم في بعض الأوقات، صح؟ صحيح بالضبط كده. تمام، أشكرك سيادة النائب أحمد سجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب.